بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. فأنت لما تيجي تزرع في الصحراء حاول أن أنت تزرع بصورة علمية، يعني بداية لازم أنت تتابع درجة الحرارة بحيث تعرف لو في موجة برد جاية أو حاجة زي كده، لأن الموضوع ده يعني ممكن أنت تسمد الأرض وتكلفها وتصرف عليها، لكن تروح تيجي موجة برد تروح تضيع عليك التكليف اللي انت كلفته ده والمصاريف اللي انت صرفتها. فانت لو متابع فعلا حالة الطقس هتعرف ان في موجة بتوقف التسميد، وبعد ما تعدي الموجة تبدأ تسمد، فالزرع هيجيب معاك. وانت مثال تاني معايا حي هنا، اني ادي هنا في زرع على ايدي اليمين اهو، اللي هو الزرع ده، والزرع اللي على ايدي الشمال دي. الزرعين مزروعين في نفس اليوم، يعني في نفس اليوم، بس ايه اللي حصل في الجزء ده وايه اللي حصل في الجزء ده، تابع مع الفيديو. هنا عندنا جزئين من الارض بمعامله مختلفه، يعني او صدفه، يعني الجزء العالي اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو على اليمين ده، ايوه اللي انتم شايفينه، هم الاثنين زرعوا في نفس اليوم، الجزء يعني ده والجزء الجزء ده على اليمين، والجزء ده اللي هو على الشمال ده نفس الخدمة ونفس المعاملات. يعني الجزء الكبير ده مزروع في نفس اليوم مع الجزء الصغير ده. بالظبط. طب ازاي الفرق ده حصل بين النباتين؟ يعني انا شايف هنا النبات على اليمين. اللي حصل ان الجزء الكبير ده اتحرك بالجرار الصغير الصغير واتغسل ثلاث مرات بالمية، يعني تراوى ثلاث مرات ري غزيرة. ده قبل الزراعة؟ قبل الزراعة. الجزء بقى الصغير اللي هو اللي على الشمال ده اتحرك بالجرار الكبير وما تغسلش، زرعنا على طول، يعني ما غسلتهاش بالميه. فالحرارة الجرار الكبير طبعا بيقلب الارض ويطلع الملوحه اللي تحت طلعها فوق، وما عملناش غسيل زاد الموضوع سوءا يعني. عشان كده يعني ظهر الفرق في النبات. ايوه بالظبط. يعتبر الارض دي صدفة يعني ما خدناش بالنا احنا. يعني انت مش قصدها. لا صدفة. بس بعدين يعني اكتشفتها كنتيجة يعني. ايوه بالظبط. فرق يعني فرق كبير ضخم ضخم ضخم. يعني فرق يعني يساوي. طب ليه يعني ليه حرقت النص ده بالجرار الصغير والنص ده بالجرار الكبير؟ ده احنا كنا جينا هنا مستعجلين، ف كان متوفر معايا جرار صغير فحرقتنا على طول. وكنا هنكمل بجرار صغير برضه، بس لقينا في حته ناشفه مش راضي يعني مش كسرها جرار صغير، فقلنا نجيب جرار كبير عشان يكسرها. والله حاضر. وده الفرق يا جماعه، يعني بين يعني انت لما تيجي تحرق الارض حاول تخربش خربيش. لا 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 لا. امال ايه؟ احرق عادي بجرار كبير عادي، بس يعني يغسل الارض بالميه. يعني اهم حاجه اللي هو غسيل الارض بالنسبه للزراعه في الارض اللي هي الكلسيه دي اللي بتاعت الجبل دي، ان انت لازم تغسل الارض بالميه قبل الزراعه، لان هيكون في فرق جامد معاك في تاثير الملوحه وبيبقى فرق جامد. طبعا يمكن مش ظاهر في الكاميرا قوي، لكن في الحقيقه يعني النبات اللي هو مغسول فرق رهيب، فرق شاسع خالص، يعني حوالي يمكن الضعف، يعني حوالي الضعف مش كده؟ يعني ده اللي هو النبات المغسول قبل الزراعة زي ما انتم شايفين يعني. وده النبات اللي هو مش مغسول، فيعتبر يعني نص النبات اللي هو الأرض بتاعته اتغسلت قبل الزراعة. يعني حتى في الانتاج برضو هيكون ضعيف جدا بالنسبة للي هو الايه اللي اتغسل قبل الزراعة. دلوقتي الحوض ده التجربة بتاعته حطيت فيه حاجة قبل كده؟ حطيت فيه حوالي ربع كيلو في يومك. ربع كيلو. فأنت عاوز تأكد يعني هو أنت بتقول إن الزرع بتاعه أفضل من ال يعني في تغير بسيط يعني أو لحد ما عاوزين نأكد المعلومة إن في تغير.
فعاوز تاكد المعلومه، هتحط دلوقتي نص كيلو هيومك. كميه اكبر عشان كميه اكبر كده هتوصل الخراطيم. وادي يا جماعة الهيومك في المية ماشي كده مع الري. كده الهيومك ماشي في المية هيوصل لكل النبات في الحوض. الحوض 80 متر، اضاف له قبل كده ربع كيلو ودلوقتي بيضيف له نص كيلو هيومك. قلنا التجربة هتفيد بايه يا باشمهندس؟ الحمد لله الهيومك دي مادة دبلية مفترض بتخلي بالعناصر، العناصر الصغرى والكبرى، بتحسن قوام التربة، يعني هي يعني مستخلص المادة العضوية اللي بتحتاجها النبات والتربة. بناء عليها بنقدر نسمد والنبات يقدر يستفيد بالعناصر التسميد اللي بعد كده، وجود في وجود حمض الهيومك يعني، والأملاح بتساعد في علاج الأملاح او المشاكل اللي بتسببها الاملاح يعني من جهه الخصوبه والكلام زي ده.